القرآن الحكيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الواقع هذه الآيات المباركة إذا أردنا أن نتخذها أسوة ودرسا ومقياسا للتقدم لكنا نتقدم بسرعة البرق. الإنسان يدعو إلى سبيل الله بالحكمة، يعني بالتعقل، يعني مو بالسباب، مو بالمهاوشة، مو بسوء الأخلاق، يعني بتفهم، بتعقل، بحزم، بتروي. والموعظة الحسنة، وعظ لكن بالحسنى. وإذا وصلت النوبة إلى الجدال جادلهم بالتي هي أحسن. يجادل الإنسان الناس لا مجادلة عنيفة ومغالبة في الكلام وانتهازية في الوصول إلى المقصد، وإنما جدال بالأسلوب الحسن، مو بالأسلوب الحسن فقط، بالتي هي أحسن. يعني قد يكون جدال بالحسن وقد يكون جدال بالأحسن. الإنسان يجب عليه أن يتخذ هذا الأسلوب حتى ينجح إذا يريد النجاح. إذا ما يريد نجاح أبسط الأشياء. وفي الحقيقة هذا الأسلوب المذكور في الآية الكريمة هذا ليس فقط للهداية، حتى البقال يحتاج إلى هذا الشيء. البقال إذا جاءه وقال لي بيش هذا البضاعة؟ قال 100 فلس. المشتري يروح يزعل منه. أما إذا قال 100 فلس قال تطيع؟ قال ما يخالف، إلك 10 فلس. قال سلف؟ قال لا بأس، إلى شهر إن شاء الله. هذا البقال من أنجح البقالين يصير. فهذه الآية المباركة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وما الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا في الحقيقة يحتاجه البقال والعطار والمدرس في المدرسة والموظف والخطيب والعالم والوزير والأمير والسفير والنائب وأي لون من ألوان الأشخاص الذين يريدون النجاح. فرد واحد من المدرسين من أصدقائي ما أسميه، هذا المدرسة كانوا ضارب فرق الطفل السنة الماضية. الطفل راح اشتكى يم أبوه، الأب يجي اشتكى يم الناظر، الناظر طلب المدرس، المدرس تهاوش ويا الناظر، فورا نقلوا إلى مدرسة ثانية. وفي إهانة إلى هذا الشيء. أولا أنت لازم تضرب الطفل قطرة، ثم كن متواضعا إذا ضربته وجاءك أبوه. تعتذر منه أو برسالة لي. أما يوصل الموضوع للناظر والناظر يطلبك وأنت تتهاوش ويا الناظر، ناظر أقوى منك شيء واضح يلقلك يا من. فهل آية المباركة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا مو بس الهداة والعلماء والخطباء بحاجة إلى هذا الأسلوب، وإنما حتى الزوج بالنسبة إلى زوجته، والزوجة بالنسبة إلى زوجها، والمدرس والناظر والوزير والوكيل والسكرتير والبقال، وكل إنسان يريد التقدم في الحياة يحتاج إلى هذا الأسلوب. بس بعد كيف؟ فرد واحد في زمان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه كان من أولاد بعض
الشخصيات الإسلامية. هذا كان دائما يسب الإمام موسى بن جعفر. قسم من الناس الشكل طبيعة. أي وقت يشوف الإمام يسب الإمام. سب. وعد حلقة في المسجد يعتبر كعالم. حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام هم يروح المسجد لصلاة الصبح ظهور مغرب. هذا من يشوف الإمام يقوم يسب الإمام علنا. الإمام ما عنده قوة. الإمام ضد السلطة. فالسلطة ضد الإمام. ولا لا الإمام ما عنده شارع إلا الصدر. يوم يومين ثلاثة أيام قسم من الناس مبكع. ما عندهم حياة. هذا من هالقبيل. الإمام يغضي عنه. ما يقول له كل شيء. يروح على دربه. قسم من أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام هؤلاء قال يا ابن رسول الله هذا ما عنده حية وهذا بالليل يروح إلى حوشه بيته وبيته في مكان مظلم نحن نقف له بالطريق ونذبحه ويذهب دمه هدرا طلع يجدل هذا الموضوع لأنه كما تعلمون السابق ما كانت في العقود والشوارع والأزقة ما كانت أرضوية وثم ما كانت باسبانية وما أشبه في الراس كل بلاد بدائية فإذا فرد واحد يقف نصف الليل باب بيت فرد واحد ويقتله وقت اللي يقطع صلاة الصبح ونصف الليل يروح على حوشة كل أحد لا يعلم قال الإمام هذا قسم من أصحاب الإمام قالوا للإمام هذا كذا نقتله ويذهب دمه هدرا صبح يشوفون يقومون يشوفون هذا مقتول من قاتله مو معلوم الإمام قال أنا أعرف بدوائه ذات يوم صائف يعني كلش حار الإمام ركب دابته كان يريد تطبيق هذه الآية المباركة وأن تعفو شنو أقرب للتقوى الإمام عليه الصلاة والسلام ذات يوم صائف يعني حر كلش حار الإمام ركب دابته وكان لهذا الرجل الساب أو السباب على الأصح مزرعة خارج المدينة وهو في أيام الحر يروح للمزرعة للتنزه الإمام ركب دابته وقصد مزرعة هذا الرجل حتى مزرعة طماط باذنجان خيار هالأشياء الإمام قصد مزرعته ودخل بحماره راكب على حمار حمار الإمام أخذ يدوس على خضروات مال هذا الرجل على الطماط وباذنجان وبانية والأشياء الموجودة هذا هو ضد الإمام ويسب الإمام ويشوف المرء الإمام راكب على حمار ويجي يدوس على زرعه ويتلف زرعه صح من ذاك صبوه شو تسوي عمي قام يسب الإمام الإمام ما دار لبال هو هناك إمام هالشكل قام يمشي نحوه بخط مستقيم الحمار يدوس على زرع حتى يصل الإمام إليه قال شو تسوي شو تسوي أتلفت مزرعتي الإمام قال كم صرفت على زرعك قال ما أدينا قال كم ترجو قال لست عالما للغيب ما يفهم احمد الامام قال كم ترجو مو مربوط بعلم الغيب ترجو ان تكون ناجح في هذا السنه يقول لي ارجو لان انا دارس فاهم ترجو يقول لا مو ارجو لان انا ما دارس عندي شغل صار وكذا وما افكر ترجو غير تعلم الامام قال كم صرفت على مزرعتك قال ما ادينا قال الإمام ذاك الرجل كم ترجو قال 200 دينار يعني ضعف الإمام أخرج من جيبه كيس فيه 300 دينار قال 300 دينار هذا لك 300 دينار هذا 6 أشهر يزرع ويتعب نفسه كذا يراعي يحفظ حتى يحصل من 100 دينار 200 دينار الإمام أعطاه 300 دينار والزرع لك قال الإمام الزرع هم لك لأن هذا المكان اللي داس عليه حمار الإمام وان
تال ام بو دينار خسره الامام لما تاسلف من الدينار قال ازرع حميلك هذا ملك هذا اخذ من الامام الفلوس وقال للامام الله اعلم حيث يجعل رسالته وقام يعتذر من الامام ويتملق من الامام وشايع الامام حتى الامام طلع راح الى هو عند حلقه في مسجد رسول الله هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ويدرس جماعه اليوم الامام وقت اللي مر على حلقته نظر الى الامام واخذ يمدح الامام ويقول لجماعته الله اعلم حيث يجعل رسالته شنو؟ البارحه اكو انتهازين في العالم اليوم يسبون هذا وباكر يمدحوه عقب باكر يسبوه عقب باكر يمدحوه انتهازي هذا عمي انت البارحه كنت تذم هذا الرجل اليوم شنو صار؟ قال لا انتم تدرون هذا هو الامام الحقيقي تبين انه هو الامام بعدين جماعة الإمام سمعوا بأنه هذا آخر يمدح الإمام ولم يعرف السر قالوا الإمام ابن رسول الله هذا رجل عجيب البارحة كان يسبكم من هاليوم لم يمدحك شنو السبب دعوت الله شيء الإمام قال لا شيء سويت اللي سبب أن أقلب هذا الرجل من تلك العداوة إلى هذا الحب والقصة كذا وكذا ثم الإمام قال لهم هل هذا خيرا أم كنتم تقفون في طريقه وتقتلونه ويمكن ينكشف أمركم ويمكن ما ينكشف لكن أيهما أحسن جعلت من عدو لي صديقا 300 دينار بينما أنتم إذا كنتم تقتلونه هذا ما كنا نستفيد شيء وكلما كان الإمام يمر عليه في المستقبل على حلقته كان يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني هذول أهل البيت اللي الله زين انتخبهم وجعل فيهم الرسالة والإمامة والقيادة والشخصية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في الحقيقة إذا كل إنسان اتخذ هذا السبيل لشق طريقه إلى الأمام ولحياته هذا من أنجح الطرق لذا يجب علينا دائما في مهننا وأمورنا الاجتماعية والفردية والشخصية والقضائية وكل ألوان أمورنا نتخذ هذه الآية أسوة ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى